Musica أبناء طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي أهلا ومرحبا بكم عنوان درسنا اليوم بعنوان من مكارم الأخلاق وهذا الدرس هو حديث شريف من النصوص المقررة علينا وهو حفظ تعالوا بنا نقرأ هذا النص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفع مضمون النص يتناول هذا النص دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق كالتصدق والعفو والتواضع حتى يعيش, يعيش الناس في مودة وسعادة ورخاء شرح هذا النص يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف إلى ثلاث من مكارم الأخلاق ألا وهي الصدقه العفو التواضع من انواع الصدقات التي بينها الحديث الشريف الصدقه بالاموال مثل اعطاء المال للفقراء الصدقه بالاقوال مثل الكلمه الطيبه الصدقه بالافعال مثل مساعده المحتاج المفردات نقص معناها قل وعكسها زاد صدقه ما يعطى للفقراء او تقربا لله والجمع صدقات عبدا المراد انسان والجمع عباد واعبد وعبيد عفوا التسامح والصفح عن الاساءه وعكسها العقاب عزا المراد إكراما وعكسها ذلا تواضع معناها البعد عن التكبر وعكسها التكبر أحد مع المراد بها إنسان والجمع أحد وأحدان رفعه أكرمه وأعلى منزلته وعكسها أهانه أزله من جمال من مواطن الجمال في هذا النص ما نقص مال من صدقة أسلوب نفسي بما يدفع التوهم بأن الصدقة تنقص الماء من كلمة صدقة نكرة للتعظيم وللعموم والشمول ثلاثة التعبير بالفعل الماضي نقص يفيد الثبوت والتحقق ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء غرض التوكيد والتخصيص عزا نكرة للتعظيم نقص وزاد بينهما تضاد. من جمال التعبير الآخر، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء، غرض التوكيد والتخصيص. كلمة تواضع ورفعه بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه. تكرار النفي بما يفيد التوكيد، تنكير مال وصدقة وعبدًا أحدا للعموم والشمول. تدريبات عامة على النص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفع هات معنى نقص قل مضاد عزا ذلا تنكير كلمة صدقة مال يفيد العموم والشمول ما الذي يبينه لنا النبي بشأن الصدقة؟ وكيف تزيد الصدقة المال؟ أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، لأن الله يبارك فيما بقي. ما الجمال في نقص وزاد؟ تضاد يوضح المعاناة ويقويه. وبكده قد نكون انتهينا من هذا الدرس، وبالتوفيق إن شاء الله.